المشاكل. بصي، هبدأ بالقصة اللي هي بتاعت الصحاب دي، انه كلنا بيجي علينا وقت. ده ستيتس كانت حد منزلها على الفيسبوك، انه كلنا بيجي علينا وقت بنكون مش قادرين حتى على احب الناس لقلبنا، بس في موضة سايدة بقالها شوية ان الصاحب المريح هو اللي ما بيعلقش ولا بيزعل لما اللي قدامه يختفي تماما من غير حس، من غير ويظهر وقت ما هو عايز بعد كده. يعني هي بتقول انه دلوقتي في اصوات كتير بتنادي بان الصديق يبقى خفيف لدرجه ان انت تروحي وتيجي وتختفي وتطلعي وتنزلي وما يقولكيش حتى ايه انت كنت فين ولا كنت بتعملي ايه. وانا مع ده، انا مع ده جدا 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 جدا. انت ما بتحبيش حد؟ لا، انا ما بعملش ده مع صحابي، يعني بتصل بيهم اوكي، بس لو ما ردتش عليا مش هتصل بيها تاني في نفس الوقت. ممكن بعد كام يوم ارجع اتصل بيها تاني. في ناس ما بتعملش كده بقى، في ناس هي اتصل بيكي مره ما رجعتيش رديتي المره، بتقفش. ايوه، يعني اللي هو ايه، انت ما ردتش عليا، طب والله ما انا مكلماكي تاني. لا عادي، على فكره يا جماعه، ممكن كنت بعمل حاجه، كنت مشغوله، عندي مشكله. يعني انا شخص بيحب يتقوقع اصلا، يعني انا شخص بيحب من وقت للتاني يختفي، يقفل على نفسه تماما ويختفي تماما. فمحتاجه الناس اللي في حياتي يبقوا مستوعبين ده ومقدرين، بس وانا موجوده ببقى موجوده بجد. اللي هو يعني قالوا يا ايه، احنا عايزين نجمه من السما، ايه هتروح تجيب النجمه اللي من السما، فاهمه قصدي؟ بس this is my space، ما احنا حدودنا مختلفه عن بعض. صح، مش بالضروره يبقى حدودنا متشابهه. انا ما بحبش كمان الاصدقاء اللي تحطك في الكورنر، اللي هي ايه، تحملك عبء. يعني انا حياتي مشغوله وفيها شغل وفيها عيله وفيها يعني، فاهمه قصدي ايه؟ ما يجيش كمان الحته الطريه في حياتي اللي هي صاحبتي تلومني، تبقى هي او كمان ان هي ضاغطه، تقفش عليا، او ان هي يعني يبقى في عتاب كتير. خلاص، احنا موجودين في حياه بعض يا جماعه علشان نستند على بعض، هي نفري عن بعض. صاحبه البوست شايفه انه في الحاله دي انت كده في علاقه مشاعرك فيها مش اولويه، وان انت كده يعني مش واخد احتياجاتك اللي المفروض تاخدها من الشخص ده. بتقول لك احتياجاته هو بس، احتياجاته يعني هو بس هو اللي واخدها، وانتوا مش صحاب، وانتوا كده على حسب المود. مش معنى يعني كده غير انك يتوافق تبقى في علاقه، عمر ما هتكون انت ومشاعرك اولويه فيها، او ببساطه تحطه في مكانته الصح وتتعامل بالحب على هذا الاساس. لا يعني انا مش معاها. انت معايا؟ انا معاكي، انا معاكي ان الانسان عادي يتقوقع، وعادي ان هو يلاقي السبيس بتاعته، والصحاب مش مفروض ان هم يبقوا عبء. وانا في السبيس دي، وانا في القوقعه دي، لو صاحبتي بعتت لي مسج قالت انا محتاجاكي دلوقتي حالا ضروري، هرد عليها. يعني هرد عليها وهروح لها وهطلع من القوقعه عشان خاطر في حاجه ايرجنت. لكن لو مفيش حاجه ايرجنت احنا يعني بنراعي يعني. وعلى فكره دي ميزه الاصحاب، ان هم دول بقى اللي ايه، مش يعني هم دول اللي بيراعوا ظروف بعض. بالزبط. ممكن جوزك او ولادك او كده يبقوا ديماندنج جدا او متطلبين جدا، ما يبقوش مراعيين الحته دي فيكي، لكن صاحبتك هي اللي هتقول لا انا عارفه ظروفها، لا انا عارفه ان هي مشغوله الايام دي، لا انا مش هدوس عليها قوي، لما هتفضى هتكلمني، او بالزبط. لما هتفضى هترجعي. بالظبط.